لم يمنعه النزوح من بيته في سوريا بسبب الحرب من متابعة حرفته التي امتهنها ليحصل على قوت يومه. أبو سامر نحات سوري تابع عمله في الرسم بالرمل والحفر على الموزاييك رغم أنه يعيش في خيمة مع عائلته. طبعاً لوحة هاي لوحة زجاجية فن مهملات، حاولنا ندخل لوحة الموزاييك أو فن الموزاييك ضمن أعمال الأطفال ومن ضمنها فن المهملات. لم يتوقف أبو سامر عند هذا الحد، بل تعداه إلى تعليم هذه الحرفة للأطفال وسكان الخيام المجاورة، حيث لجأ إلى استخدام المواد التالفة والزجاج والحجارة وبقايا البلوط والأخشاب من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى لوحات فنية غاية في الروعة. إحنا الأستاذ كان يعلمنا أنه كان واحد يخاف من الطيارات، أنه يحطنا إياها بالله لما يفوتنا إياها في القنينة، أنه يعني لا تخافوا فاتت قلب القنينة يعني ما راح تطلعوا، يعني مشان ما نخاف نحن. وأنا كمان بتعلم الفن، أنا بحب الفن. ويروي أبو سامر أنه اضطر لاستخدام هذه المواد لشح المواد الأولية وصعوبة الحصول عليها، ولا سيما مادة الفلين. حسيت أنه بحاجة أنه نشتغل هون، فيني ساعد أطفال، فيني علمهم، فيني دربهم، يعني في عندي شيء حاب قدمه كمساهم أو مساعدة للأطفال، أقل شيء بعدهم عن جو الحرب. هاي الفكرة اللي كانت موجودة والحمد لله اشتغلنا. يتابع أبو سامر أن تعليمه للأطفال يقتصر على أشياء معينة لا يدخل في تشكيلها استخدام الأدوات الحادة مثل لوحات الحجر. لوحات الحجر، الفسيفساء، تقريبا هذا العمل لعمر معين للأطفال، يعني أنا ما بجوز أنه شغل أو علم الطفل الصغير فيه لأنه هذا يدخل فيه أدوات حادة مثل القطاعة ممكن أنه تأذي أو هيك شيء. ينهي أبو سامر حديثه أن الشعب السوري بناء رغم كل الظروف، وهو فرد من أفراد هذا الشعب، وأنه لن يتوقف عن عمله، وأن تعليمه للأطفال يساهم بتنشئتهم وإبعادهم عن جو الحرب التي دمرت البشر والحجر.